مجموعة من الأهالي خريجي الصف الثاني عشر لأكاديمية عمان، أتينا للوقوف وقفة احتجاجية سلمية ضد القرارات اللي اتخذتها إدارة المدرسة المجحفة بحق أبنائنا دون استشارة أو التنسيق مع الأهالي قطعيا، حيث قاموا بسلسلة إجراءات كثيرة ألحقت ضرر نفسي كبير وخاصة قبل الامتحانات لأبنائنا وبناتنا، مما أثر على نفسيته في الامتحانات، حتى أنهم عندما حضروا للتصوير من أجل صور التخريج منعوا من السلام على زملائهم ومنعوا من السلام على أساتذتهم وتم طردهم من المدرسة، وقد عوملوا أبنائنا معاملة خشنة ومعاملة غير لائقة لا تليق بصرح أكاديمي أن يعامل طلاب قضوا 12 عاما لديه بهذه الطريقة. احنا الطلاب كنا متفقين يعني على مقلب نسويه بالمدرسة اللي هو اللي سويناه بالساحة زي ما كل حدا عرف، طبعا كان بإشراف المدرسة، كان في أساتذة موجودين وفي صور وفي كل شيء بيثبت على ذلك، كانوا كلهم موجودين وعارفين وتركونا معاهم، وآخر شيء وروحونا وودونا ووصلونا وكل شيء بخير، وعلى أساس متفقين على إنه خلص يعني الأمور سالمة ما في شيء يعني. بعدين تفاجأنا ثاني يوم إنه لغوا لنا التخريج ووجهوا لنا كلنا إنذارات نهائية، وكان في عاملين لنا هم حفل يعني عشاء لغوا لنا إياه، ووقتها احنا كانت صدمة انه احنا قبل بيوم لما كنا يعني وقت المقلب كان ردة فعلهم كثير باردة وما حكوا لنا اي شيء، كنا متفقين يعني واحنا مروحين انه كل شيء على ما هو عليه يعني ما راح يتأثر اي شيء والعلاقة زي ما هي بيناتنا. ثاني يوم اجت المفاجأة. بعدها بعد الفترة كان عندنا صور التخريج الفردية يعني ومجموعة، طبعا كان عبارة عن ذل، فتنا بالتصوير، طبعا احنا مدرسة مختلطة، طبعا هم نقوا انه يكون البنات والشباب لحال وبالاخر يعملوا ايديتس ويسووا ويدخلوا الصورتين مع بعض. كانت اتوقع اول اسبوع رمضان، فكنا الشباب نطلب منهم نقعد جوا ليجي السيارات ونروح وكذا، ما قبلوا اضطرونا واجبرونا نروح بعد تفتيش. طبعا احنا داخلين كان في تفتيش، يعني تحس حالك مش عارف داخل على مول ولا شيء، وطبعا المدرسه كانت فاضيه، مع ذلك خلونا نطلع بالخاوه، اجوا كل يعني اجوا شباب وخلونا يعني بالدفش كانوا يطلعونا وباللغه مش يعني هاي يعني مش منيحة. نحن جايين هون مش عشان إلغاء التخريج، عشان نحن فكرنا إنه هذا بيتنا، وأنا شخصياً صلي طالبة بهاي المدرسة 14 سنة، وكنت من أكثر الناس اللي بحبوا مدرستهم وأنا بفتخر إني كنت فيها، بس هم للأسف طردونا وهانونا وهانوا أهلنا، وكل السنين اللي نحن موجودين هون فيها راحت على الفاضي صراحة. يعني هذا إشي بألم إنه تشوف أنت تخيل حالك تنطرد من بيتك. فنحن بكرر، نحن مو مشان إعادة التخريج، نحن نعترف انه نحن اخطأنا، ولكن الاجراء ما كان كتير قاسي، وخصوصا انه كمان باخر يوم اجينا نتصور كلنا كطلاب وطردوا الاولاد. تخيلوا يعني اولاد بكفي انهم صايمين وتحت الشمس، فانا بشوف انه صراحة هذا يعني ابدا ما كان الاشي الصح انه يتسوى، انه كان اسلوب كتير صارم وعنيف، اثر نحن كطلاب على نفسياتنا بامتحاناتنا، وكان لازم انه يشجعونا انه نقدم منيح بامتحاناتنا، وهذا اثر كثير سلبي على نفسيتنا وعلى عائلتنا. طبعا هانوا كل الاهالي كل الطلاب، وكان اسلوب كثير كثير خاطئ، ونحن انه كانسانيا كان المفروض يتعاونوا معنا اكثر ويتطوعوا معنا اكثر ويتفاهموا اهالينا اكثر. والله الضغوطات بلشت معنا من اول السنه، كتير صار في عنا مشاكل مع المدرسة، وخاصة آخر إشي بعد ما عملوا لأولادنا البرانك. هلأ ما حدا بنكر إنه الأولاد غلطوا، بس كل المدارس عم تعمل هاي البرانك، بس كانت العقوبات اللي تقدمت للأولاد أو الإنذارات اللي صارت كتير أكبر من الحجم العمل. مع بالمقابل لو شفتوا قديش طرحنا عليهم حلول عشان نوصل هاي المعلومة للأولاد إنه البرانك هو مش إشي مظبوط أو إشي مش صح، لكن للأسف المدرسة رفضت كلياً ورفضت استقبالنا كأهالي. في أهالي كتير طلبت تقابل مدير المدرسة ورفض استقبالهم كلياً، كان يحكي أهلا وسهلا في بيتكم، بس بقرار بالرجوع عن التخريج ما في منه. ومع العلم احنا ما كان بس الهدف منا رجاع التخريج، كان الهدف منا نوصل معلومة تربوية تعليمية للطلاب، إن كان لهذا الجيل أو الأجيال
الأعمال اللي بعدها، وحاولنا عن يعني بكتير مبادرات مع المدرسة وجبنا لهم مبادرات، ولكن للأسف كان متعنت بقراره. وأكبر إشي كان إحنا بالنسبة لنا صدمة يوم تصوير الأولاد، يوم تصوير الأولاد للأسف طردوا الطلاب من المدرسة، وكان تعاملهم معهم جدا 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 سيء، وخلال امتحاناتهم ما كانوا لطفة بالمرة معهم. حتى أنا في شغلات شخصية صارت معي بفضل إني أحتفظ فيها هلأ، كانت كتير مسيئة، فهذا كله رح يأثر على المدرسة على طلابنا، إن كان معنوياً أو أكاديمياً. وأنا أهم إشي إنه كله هذا أثر على نفسية أولادنا، أولادنا دخلوا بالامتحانات بنفسية كتير تعبانة، المدرسة ما رحبت فيهم خلال امتحاناتهم، كان أسلوبهم بالتعامل مع طلابنا بطريقة للأسف بطريقة غير مناسبة في مؤسسة تربوية أكاديمية مثل هيك مدرسة. والد أحد خريجي الصف 12، تجمع أديب قريب راقي لإيصال رسالة من الأهالي ومن الطلاب إلى الإدارة. أعتقد أن الإدارة تنصرت من مسؤوليتها في إدارة العملية التربوية. هذه المدرسة كيان اجتماعي تربوي وليس فقط تعليم، هذه مش كتاتيب، احنا هذه مكان للتعليم وللتربية ايضا، وبالتالي ايقاع العقوبات المتتالية على طلابنا نتيجة عثرة كبوة صارت من طلاب شباب في فرحتهم بالانتهاء دون ان يتسبب ذلك في اي اذى نفسي او مادي او جسدي لاي احد، الموضوع موضوع كتابة اسماء ليس حتى فيها اي كلمات جارحة او رسومات جارحة، وأقر طلابنا وأبنائنا أقروا بالعثرة، هذه هفوة حصلت في عز الفورة. ثم عرض مبادرات ومبادرات ومبادرات من الطلاب والأهالي لرأب الصدع وللعودة إلى لحمة واحدة بين المجتمعين بمثل العملية التربوية الأهل والمدرسة، لكن الإدارة رفضت ذلك تماما. كان ممكن أن يكون هذا الحدث حدث اجتماعي مهم على مستوى المملكة. هلا هذا التجمع اللي موجود بمثل اهالي طلاب الصف 12، بس راح يكون في تجمع ثاني لطلاب الصف التاسع والصف العاشر والصف 11. طبعا احنا اولادنا بالمدرسه هون موجودين من صف الكي جي لغايه الصف التاسع، يعني فعليا لهم 10 سنوات موجودين بالمدرسه. بعد 10 سنوات المدرسه بتاخذ قرار بفصل طالب لوجود عده انذارات. لما بتيجي تطلع بالانذارات اللي موجوده عليه هذا الطالب فبتلاقيها انذارات يعني لست بقيمة كويس، إذا طالب وقع مطرة مي المدرسة بتعطي إنذار. مع الأسف الشديد إنه إحنا رجعنا وزارة التربية والتعليم، فطلعت وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة إجمالاً كويس بقول لك أنت عقدك ينتهي مع الطالب مع نهاية العام الدراسي. إذا أنت دخلت الطالب إجا تاريخ 2/5، إذا إجا تاريخ 2/5 وما كنت مسجل ابنك بالمدرسة فابنك ليس من حقه أنه يظل موجود في المدرسة، وبالتالي الطالب طلع من المدرسة من أكاديمية عمان طلع على الشارع. إحنا مجموعة أهالي برضو كويس عم نتغلب هلأ وين بدنا نودي أولادنا، على أي مدارس بدنا نوديهم، وهدول قطعوا شوط علمي طويل بالمدرسة هاي. فبعرفش هذا الحل عند مين، هو عند المدير المدرسة ولا هو عند وزارة التربية والتعليم، هذول الأولاد وين يروحوا؟ فيعني رجاءً أنه برضو كمان هذا يكون بعين الاعتبار.